ولكن ما تشوفش العادات، شوف شنو يدي وشنو غادي ياخذوا. علاش قلت لكم انا التاريخ يعيد نفسه؟ لانه في 1830 فرنسا ملي تسدت عليها اوروبا والعالم تنفست في الجزائر. دابا في 21 وبدينا في 22 اللي فرنسا عاوتاني سدوا عليها القوى العظمى والدول الاوروبيه، هي قاعده كتنفس من الجزائر. شوفوا التاريخ كيفاش يعيد نفسه. يعني الان المغرب ملي كيعول على التحالف ديالو مع امريكان، راه ماشي كيعول على التحالف ديال السياسيين، لان السياسيين في العالم كيف ما كانوا ما فيهم ثقه، اليوم معك غدا ماشي معك الى غير ذلك. ولكن ملي تشوفوا مثلا ترامب ولا غير ترامب ولا اللي قبل ترامب ولا اللي من مور ترامب، تشوفوا كيتعامل مؤدب مع المغرب ومع الملك للمغرب ومع المغاربه وفي المواقف ديالهم. خاصكم تعرفوا منين كيكون جاي الصهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة اللي كنبتحتها هي استثنائيا من المدينة ديالي مشرع بالقصيري، اللي كتوقع حوالي تقريبا 200 كيلومتر شرق عاصمة المملكة. من هذه المدينة كنحييكم، ومن هذه المدينة غادي نتكلموا في هذا الفيديو على باش نلخص لكم الحقيقة ديال هذه الظروف المحيطة بالمغرب والتحديات اللي كاين، وهذه البلبلة اللي خلقناها واحد المجموعة ديال الأطراف ضد المغرب. دائما كنقول للإخوان والأخوات باش نكونوا ملمين بالوضع السياسي، ماشي ضروري نبقاو نتسناو أو لا نصمتوا التفاصيل ديال الأخبار، وهذا مشى وهذا جا وهذا احتج وهذا قال وهذا فعل وهذا صدر بيان. لا، ضروري خصنا نشوفوا الأحداث بالشمولية ديالها ونرجعوا شوية للتاريخ. مثلا في 20 غشت الملك العاهل المغربي محمد السادس كان تكلم مع فرنسا وقال لها بانك خصك تخرجي من هذا الغموض ديالك وخصك توضحي الامور. ملي تكلم مع فرنسا راه كيتكلم وكان كيعرف ومازال وكيف كان بانه راه كان كيعرف العواقب ديال هذا الشيء، بمعنى ان هذا الشيء اللي كديروا دابا النائبه ديالها او الوكيله ديالها الجزائر، دابا الجزائر كيف كتعرفوا راه مسخره، دابا مثلا النظام العسكري الجزائري راه هذا الشيء اللي كيديروا دائما راه مسخر، وهو عاوتاني ولا حتى هو كيخدم عاوتاني تونس، وهو عاوتاني كيخدم بوليزاريو، وملي كيخدم بوليزاريو ما عارفش بانه بوليزاريو راه قاعد عاوتاني كيخدم به، قاعد ماشي كيخدم شيء. اذا المغرب كان عارف بانه راه فرنسا راه غادي تجبد بزاف ديال المشاكل، مع ذلك اقدم على هذا القرار. علاش؟ ما نساوش بانه العام اللي فات 21 العالم كله كان تفرج في الهزائم المتتاليه ديال الدبلوماسيه ديال فرنسا، والعالم كله كان تفرج علانيه في الهزائم المتتاليه ديال الرئيس ماكرون على الصعيد الخارجي. 2021 الا بغينا نلخصوه عام سقوط الامبراطوريه الفرنسيه وتكسر ديك العجرفه الفرنسيه، وحنا العام اللي فات رحنا تفرجنا، كلكم كتعقلوا كيفاش كانت استراليا لغات لها واحد الصفقه ديال الاسلحه تقريبا حوالي 60 مليار دولار ديال الغواصات، كلكم كتذكروا. وكان ديك الساعه الرئيس الفرنسي كان احتاج وبدا كيغوت وقال هذا غادر، ولا غاد ليه جاوبوا الرئيس ديال استراليا قال له ما غادر ما حتى شي حاجه، وهذا الشيء راه كان في اخبارك ورحنا بلغنا لكم بان هذا الشيء اللي قاعدين كتصنعوه بانه راه اصبح لا يطابق العصر. يعني كانت مواقف مخجله. من موراها بايام كيف كتذكروا كانت كذلك انجلترا كانت لغات حتى هي الصفقه ديال بيع اللقاحات حوالي 60 مليون او 100 مليون لقاح. بعدها بايام كانت سويسرا لغات حتى هي شراء بعض الغواصات. كانت هزائم متتاليه السنه اللي فاتت على الصعيد الدولي، وشفنا بانه فرنسا العام اللي فات كان القوه الكبيره ديال بصح كيفاش قاعد كانت كتمرمق فيها واحد من مور واحد، وشفنا بانه فرنسا هذيك العظمه اللي مترسخه، وهي في الحقيقه راه عظمه مصطنعه. انا غادي نقول لكم علاش، يعني انه في 21 كان عام الهزيمه ديال فرنسا، وديك القوه العسكريه وداك النفوذ الى غير ذلك ما كاين والو. كذلك قبل اشهر كنشوفوا كذلك الهزائم اللي كانت تعرضت لها فرنسا، راه كانت مشات باش تشارك في ديك البلبله ديال ليبيا
في ليبيا وكان جا الجيش الروسي صافي وجري عليها قبل من هاد قبل ما يدخل لاوكرانيا. ومن موراها كذلك جا الجيش ديال اردوغان صافي وترك حيد كل شيء هزائم من مور هزائم. من موراها كان عقلوا عاوتاني فرنسا شنو داروا ليها في الدول ديال جنوب غرب الصحراء، جري على القوات في مالي، جري على القوات في كذا، جري على القوات في كذا في جنوب غرب الصحراء. وكان تما كانت الجيش الروسي كان جري عليهم. وكلكم كتعقلوا كيفاش ماكرون كان طالع عند الزعيم بوتين وكيفاش بوتين جلسوا بعيد عليه ب 6 متر، يعني بانه هذا الشيء راه خصنا حنا نستحضروه في البال ديالنا. علاش؟ لان مثل هذه القوة العظمى اللي كيكون هكا مصطنعه كيكون فيهم تخرج العينين غير مع الدول ديال العالم الثالث والدول المتخلفه هي اللي كيكون فيها تخرج العينين والعجرافه. ولكن الا بغينا نقيسوا الوزن الحقيقي هي ملي نشوفوهم هما كيفاش كيتعاملوا مع ناس اخرين اللي هما نفس القوه. اذا هنايا المغرب ملي قرر انه يفتح الملف ديال فرنسا راه قرر باش يجيهم من الاخر، كذلك قرر انه يواجه واحد القوه وما يمكنش غير جا وغامر، لان المغرب ما عمرو دخل في مغامرات. والمواقف الدبلوماسيه ولا المواقف السياسيه ديال المغرب من جميع القوه لا في افريقيا لا في استراليا لا في امريكا جميع القوه ديال العالم ما عمر المغرب معروف بانه الموقف مثلا غير ديال الهضره او ديال الدخول في مغامرات او الدخول في مناوشات عكس ديك الانظمه مثلا ديال الدول العربيه والقوميه والشركيه والعلمانيه اللي كانوا كيفرعوا فمهم طوال الستينات وطوال السبعينات وزيد عليها الثمانينات والتسعينات. اخيرا احنا شفنا بانه كيفاش ولات الرياح كتدي هذا وتجيب هذا وتطيح هذا وتقعد هذا الى غير ذلك. اذا فرنسا هذه اللي المغرب فتح معها هذا الملف ديال انها تصحح الموقف ديالها من قضيه الصحراء المغربيه، راه فرنسا راه بانت القوه ديالها والحجم الحقيقي ديالها. وهذا الشيء اللي كيتعرض عليه حاليا المغرب لا في السر ولا في العلن راه كان منتظر وباقي منتظر، ومنه غادي نعرفوا بانه التاريخ يعيد نفسه. ولكن احنا ربما شي مره كيغيب علينا شي حوايج وكنبقاو نعتقدوا بانه التاريخ والكون والواقع وموازين القوى هي كيف حلينا عليها عينينا. دابا مثلا احنا الجيل ديالنا خلال 30 ولا 40 عام الاخريه حلينا عينينا بانه فرنسا واعره وبانه اسبانيا واعره وبانه الامور هي هذه، حلينا عينينا، في حين انه العالم عرفوا حتى تطورات سريعه خصوصا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لأنه الثلاث سنوات الأخيرة ملي بدات ديك الساعة الجائحة ديال كورونا كتضرب العالم، فراه في الحقيقة راه ما كانت شيء غير حادث عنده علاقة بالصحة البدنية ديال العالم أولا ديال السكان المعمور، إلا هو راه الحادث كان صحي، كذلك اقتصادي، كذلك سياسي، كذلك جيوستراتيجي، بمعنى أنه ما بعد كورونا راه ماشي هو ما قبل كورونا. شنو كان قصده ما بعد كورونا؟ ليس يعني ما بعد كورونا ديك الدول العظمى غادا تبدل، راه كاين اللي طالع الفوق غادي يهود وكاين اللي مهود غادي يطلع، وكاين اللي كان في اليمين غادي يولي في الشمال وكاين اللي كان في الشمال وغادي يكون اليمين. يعني هذا هو الحقيقه ديال انه العالم، وهذه العباره راه كنطق بها النبي باقي كنقولها وكنعاودها، النبي ديال السياسه اللي يعني اللي كيصمم الخرائط هنري كيسنجر، وكانت قالت حتى الملكه اليزابيث حتى ديال بريطانيا قبل ما توفى كانت قالتها في الاسابيع الاولى ديال انتشار كورونا، كانت قالت بانه العالم راه غادي يتبدل وبانني ارى امامي، بهذه العباره كانت قالتها، قالت ارى امامي واسمع كاني اسمع، يعني الضجيج والصراخ والدماء ديال الحرب العالميه الثانيه، هكا كانت قالتها. قلبوا عليها فتشوا عليها غير في الانترنت غادي نجبروا هذه السيده قالتها. اذا هاد الملكه هذه ملي كتقول بحال هاد الكلام بمعنى انه راه ما قالته حتى كان خلاصه ديال حقائق اللي دلات بها، لان الاجهزه الاستخباراتيه البريطانيه دلات بها لهاد الملكه. اذا هاد الناس الكبار هادو راه قالوا العالم جاي في واحد التغييرات مقبله. اذا من هاد التغييرات راه اول واحد غادي تشملوا بالنسبه للقوى العظمى راه هو فرنسا، لانه فرنسا كيف قلت لكم انا مثلا في 21 العالم كله كان كيتفرج الضربات اللي جات فرنسا. وفرنسا خصكم تعرفوا بعدا كاينه هاد اللصقه اللي لاصقه دابا الجزائر، علاش قلت لكم انايا بانه التاريخ يعيد نفسه؟ تصوروا بانه فرنسا راه هي اللي انطلقت منها الثوره الفرنسيه في 1779. فرنسا هي اللي كانوا اختاروها النورانيين، تنظيم النورانيين اللي كان تاسس في 1770، وكانوا خسروها بانها المنطلق اللي غادي توقع فيه الثوره،
وهي المنطلق لان فرنسا كانت هي ديك الساعات القويه، وقالوا ودي لا سيطرنا على فرنسا ودرنا واحد النموذج طبق التصورات ديالنا هو اللي غادي نعموه على العالم. فرنسا هي اول دوله داروا فيها دستور وداروا فيها البيان العالمي لحقوق الانسان، واول دوله اللي حيدوا فيها الملكيه، واول دوله بانت فيها العلمانيه، واول دوله تخلصوا منها من القساوسه وتخلصوا من الملكيه وتخلصوا من كل شيء. هذا الشيء راه كان دار فرنسا. البشريه كلها كانت انتبهت للخطوره اللي جايه من فرنسا. علاش؟ لانه بزاف الناس غادي يقول لك اودي بانه فرنسا اسستها الماسونيه، كذلك الولايات المتحده، والماسونيه هي اللي كتحكم في العالم الى غير ذلك. اذا هما مع بعض ابدا. الماسونية ماشي هي النورانيين. النورانيين راه واحد المجموعة غامضة شديدة الغموض تستخدم الماسونية وكتستخدم المحافل الماسونية من أجل اقتناص واصطياد العناصر اللي كتخدم معها في المشروع ديالها. فرنسا ملي قامت فيها هذه الثورة الفرنسية، كيف كتعرفوا بأنه الثورة الفرنسية المؤرخين متفقين بأنه قبل ما تتوقع ديك الثورة الفرنسية بأنه باريس كانت عرفت واحد التناسل عديد من الجمعيات الماسونية، هذيك هي اللي دخلوا ليها النورانيين وهما اللي داروا ذاك المنظر وداروا الثورة الفرنسية. ملي انتبهت البشرية خصوصا أوروبا كاملة انتبهت للخطورة ديال هذه الأفكار، يعني لأنه واخا كانوا جابوا ديك الأنوار والإنصاف والمساواة والأخوة وداك الشيء، هذاك الشيء راه كان غير واحد الزواق باش يشتوا به العالم وباش يدوخوا به البشرية. ولكن الدول الأوروبية انتبهت للخطورة ديال ديك المبادئ اللي جات بها الثورة الفرنسية. ملي انتبهت لهذه الخطورة هذه كان تحالف الملكيات، الملكيات كلهم كانوا تحالفوا من أجل إعادة الملكية فرنسا. وكلكم كتذكروا يعني الهزائم المتتالية اللي كان تعرض لها الجيش الفرنسي خصوصا في عهد نابليون. نابليون تهو راه كلا الطرش، ما كاين داخلها من عهد الملكية في بافاريا في ألمانيا، كان كذلك ضد إنجلترا ضد روسيا إلى غير ذلك، كانت واحد المجموعة الهزائم مدلة. هذاك هو السبب اللي غادي يخلي السياسه الاستعماريه كتبدا اول مره في 1883. فرنسا غادي تدخل الجزائر. علاش دخلت الجزائر؟ لانه العالم كله كان تسد على فرنسا. فتحوا الجزائر لقوها سهله، شراو داك الطرف الارض اللي كان في العاصمه، لانه الجزائر راه ماشي هي بحال دابا شحال هذه كانت، شحال هذه كانت غير الولايه ديال العاصمه صافي وفي الطريف فين مجموع البشر. هذيك شراوها من عند اخر داي كان تابع للخلافه التركيه، شراوها من عنده وعطاوه الفلوس وعطاوه المسائل وعطاوه عيالاته وعطاوه داك الشيء ديالو، قالوا له يلاه الله يعاون. شراوها ثم بداو كيتوسعوا. هذه فرنسا، وخذوا طرف من المغرب، وخذوا طرف من مالي، وخذوا طرف من موريتانيا، وخذوا من تونس، وخذوا من ليبيا، ما كاينش اللي ما خذوش منه، وعاد وصايبوها حديقه. يعني فرنسا راه السبب اللي خلاها تدخل الجزائر هو انها سدوا عليها البيبان في اوروبا. علاش سدوا عليها البيبان في اوروبا وهذوك راهم بني عمهم؟ لان جميع ديك العرقيات اللي كاينه في اوروبا هذه كلها الاصل ديالها جرماني. سدوا عليهم كاملين لان كانوا كيعرفوا السم ديالهم. هنايا فرنسا دخلت الجزائر نفست على راسها. التاريخ يعيد نفسه. في 21 من الدول الاوروبيه سدت عليهم كاملين، وراه كتشوفوا ديك التمرميده وديك التبهدله اللي كان دار بوتين فاش مشى لعنده ماكرون الى كتعقلوا، ديك الاهانه ديال 6 متر بعيد جلس مني لديك الجيه، وبزاف ديال الحوايج اثناء الاستقبال تقرب ما كيقربلوش كيقولوا سير راه ها سير ودير الكلمه ديالك. هاد الوضعيه هذه اللي عاشها في 21 هي اللي خلت فرنسا كتمسك باخر ما سيتبقى لها، خصوصا ان انتم كنشوفوا النفوذ ديالها في الدول ديال الجنوب غرب يعني ديال غرب الصحراء والساحل، دول الساحل وغرب الصحراء. هذيك راه بدات كتهرب ليها شويه بشويه، وكل مره الجيش ديال فرنسا وداك الشيء كيقولوا له سير بحالك الله يعاونك. اذا الان بقات لها فرنسا الجزائر. على داك الشيء فرنسا ملي الملك او المغرب هضر معاهم مباشره باش يخرجوا من الغموض ديالهم ويخرجوا من المواقف الملتبسة اللي كنسميوها احنا البسطاء، يخرجوا من التحرميات ويخرجوا من النفاق ويخرجوا من الفعاين. ملي تكلم الملك مع فرنسا بهاد اللهجة فرنسا عرفت بأنه المغرب راه ضربها في الصميم. المغرب النظام السياسي ديالو كيف كتعرفوا بأنه عنده ثلاثة المجالات كيخدم فيهم، المجال ديال إمارة المؤمنين
والمجال ديال التحكيم والمجال كرئيس الدولة، وعنده واحد السلاح ماشي سهل، النفوذ ديال المغرب كيخليه يمتد للدول ديال جنوب غرب الصحراء، دول الساحل وغرب الصحراء. عنده واحد المجال، شنو هو هذا المجال اللي كيمتاز به المغرب؟ هو النفوذ الروحي. شنو هو النفوذ الروحي؟ الناس خصهم باش يفهموا هذه النقطه، هذه ما كيهضروش عليها عباد الله وما كيغمضوا، كاين اللي فاهم وكيغمض. شنو هو هذا النفوذ الروحي؟ هذا النفوذ الروحي وهو انه المغرب اثناء الامتداد ديالو والتوسع، مؤسسات الزوايا والصلحاء والشرفاء لعبوا دور كبير في نشر الاسلام من المغرب، وهما اللي ساعدوا على نشر الاسلام في ديك الدول كامله اللي كان كيوصل ليها النفوذ ديال المغرب، حتى النهر السنغال حتى الكاد حتى المالي حتى التشاد حتى الهادي حتى الهادي حتى الهادي. ملي كانوا كينتشروا المغرب ما كانش في البلاصه اللي وصل ليها كيحط فيها العسكر ولا كيحط فيها الطيائر، كان كيحط فيها الاسلام على الطريقه المغربيه، يعني المذهب المالكي، العقيده الاشعريه، الطريقه ديال التدين الامام الجنيد، هذه الاولى. الحاجة الثانية اللي هي ما سهلاش، وهو أنه في مؤسسة الصلحاء والزوايا هذه كاملة المجال النفوذ بقي خدام حي إلى يومنا هذا، والأكثر من ذلك أن جميع الشرفاء والصلحاء اللي كاينين يعني ديك السلالات، يعني خصو يكون عنده نسب شريف، هادو كامل المجال النفوذ ديال الزوايا كلهم الاصل ديالهم شريف، والنسب ديالهم ينتهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم كيعتبروا بانه امير المؤمنين بانه هو الشريف الاكبر. يعني دابا جميع الزوايا كيعتبروا بانه المؤسسه ديال امير المؤمنين يعني السلاله بانها هي مؤسسه الشريف الاكبر، الاخرين كلهم شرفاء وصلحاء ولكن امير المؤمنين هو الشريف الاكبر. هذا المجال هذا علاش مستور ومخزون؟ لانه المجال ديال الزوايا والتعبد مجال ساكت. انتم كتعرفوا بانه التدين في هذه المناطق كامله ما عنده جريده كتهضر عليه، ما عنده اعلام، ما عنده قناه، ما عنده كذا، ما عنده كذا، لان الطبيعه ديال التدين تستدعي الستره. اذا فرنسا ملي المغرب هضر معها قال لها خرجي من الوضوء من الغموض ديالك، فعرفات بانه راه هذاك الشيء اللي هضر معاهم، اللي هضر معاهم راه ماشي في يده مثلا غير المغرب بوحده. هو المغرب الحمد لله قاد بوحده قد بشغله ويحمر الوجه ديال اي واحد كيف ما بغى يكون، ولكن راه عرفوا بان راه هذاك اللي تكلم راه عنده نفوذ روحي كيمتد للمناطق اللي منها فرنسا كتاكل. في واحد الوقت اللي العالم كله ولا دابا كيتقاتل غير على ما ياكل ويشرب وباش يسخن الدار ديالو، يعني كنقصد الطاقه. يعني انه العالم تقلب، ما معنى التقلب؟ يعني انه داك الزمان ديال داك النفوذ اللي مثلا هاد الدول الاستعماريه ما كان غير تجبد وسرح رجلك وكون في وكل فين بغيتي وبشحال ما بغيتي وخلص اللي بغيتي ودي اللي بغيتي ورجع اللي بغيتي وداك الشيء اللي عندك انت كتصاوبو اراه بيعولنا بداك اللي بغيتي، هذاك العهد بدا في طريق الانقراض. العهد ديال انه دوله استعماريه تجي تبقى عاد تاكل فابور وتحط مثلا واحد النخبه تابعه لها ومواليه لها وعقليا تابعه لها ودماغيا وثقافه، هذا الشيء ما بقاش كله كافي. هذا الزمان ولا قائم على انه اعطيني نعطيك، والعالم كله راه حنا تفرجنا بانه الهند كيفاش انها كانت مقسوله بالمشاكل وكذا وكذا وكذا، واحد الساعه تفرعنت. علاش؟ لان عندها الزرع بكل اختصار. الحرب الاوكرانيه الروسيه علاش العالم كله تزعزع؟ لانهم مشاو لواحد البلاصه فيها الماكله، واحد البلاصه لانه اثرت كذلك على الطاقه. اذا هذا هو السبب الحقيقي اللي خلى انه فرنسا تنغز هذا النظام العسكري الجزائري التابع باش انهم يخلقوا بحال هاد البلابل. بالعربيه حنايا المغاربه ما خصناش نتخلعوا ملي نشوفوا مثلا بانه عندنا مشكل مع هاد الدوله ومع هاد الدوله وبانه هذا وهذا، هذا مساله عاديه. واش فرنسا ما عمرها ما فايت لها شي جمعات مع شحال من دوله؟ يعني عاديه، يعني راه ماشي شي حاجه، بغيتي هذا يجمع لك شحال ما بغيتي، ولكن ما تشوفش العدد، شوف شنو يدي وشنو غادي ياخذوا. علاش قلت لكم انا التاريخ يعيد نفسه؟ لانه في 1830 فرنسا ملي تسدت عليها اوروبا والعالم تنفست في الجزائر.
دابا في 21 وبدينا في 22 اللي فرنسا عاوتاني سدوا عليها القوى العظمى والدول الاوروبيه، ها هي قاعد كتنفس من الجزائر. شوفوا التاريخ كيفاش يعيد نفسه. حنايا ملي كنحلوا الاوضاع وكنحلوا السياسات، احيانا الانسان ممكن انه يتصاب بالدوخه وما يفهم حتى شي حاجه، واي انسان عادي عنده نيه طيبه وعنده وطنيه خوفا على المغرب كيقول لكم ما خصناش ندابزوا مع هذا وهذا 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 وهذا. لا، ولكن الطبيب الذكي الحكيم واخا كيشوف السيد كيتشكى من يده ومن رجله ومن راسه وما عرفنا هو وما كتجيه الدوخه وما كياكل شيء، راه كيقلب على الاصل ديال المشكل، وبمجرد ما كيلقى الاصل ديال المشكل كيسهل عليه الحل. اذا حنا الاصل ديالنا شنو هو؟ هو انه فرنسا. وفاش كيزيد يسهل علينا الحل؟ ملي كنعرفوا بانه فرنسا بالعربيه راه يدها بدات كتخوى، يعني راه ما بقاش عندها ذاك الحجم الحقيقي. كاين اللي غادي يقول اودي حنايا كذا كذا شنو عندنا. انا دائما كنحل ملي كنقول بان المغرب عنده تحالفات ديالو، ديال ما كنقولوش ديك التحالفات ديال انا كنطلب واحد وانا ما عديش وقاعد كنتسنى يقدر يخوي بيا. لا، ملي هضرنا راه قلنا شوفوا التكوين الاثني والعرقي والديني والثقافي ديال المغرب راه تما فين كاين القوه. التكوين ديالنا حنايا، حنايا الشعب المغربي عرب امازيغ كذا 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 كذا، وفيه اليهود. ودائما كنقول الانسان عندك وتخلطه ما بين، لان اليهود في المغرب اول مره غادي كيرجعوا المؤرخين، اول مره المؤرخين كيرجعوا الدخول ديالهم للقرن السادس قبل الميلاد. فكلكم كتعرفوا في 586 كان وقع السبي البابلي، كانت تدمرت المملكه ديال اليهود في فلسطين. المملكه ديال اليهود في فلسطين كانت تدمرت، وكان وقع ما يسمى السبي البابلي. وهذا السبي البابلي راه واحد المكون اساسي في الذهنيه ديال اي يهودي في العالم، وعندهم علامه مميزه وعلامه فارقه. انا ذوك اليهود اللي كانوا هربوا من السبي البابلي كانوا جاوا سكنوا في المغرب، في الجنوب المغرب سوس. اول فوج دخل راه دخل في القرن السادس الميلادي هذا على الاقل، لانه علاش؟ ربما كاين اللي كانوا دخلوا قبل منهم، وكانوا دخلوا اولا اللي كيعانيوا من الاضطهاد الديني، وثانيا كانوا جاوا اللي كانوا كبار التجار اللي كانوا مهم. وهذوك التجار كانوا تما نسيت اش من دوله، الفينيقيين ولا شي حاجه، سهلوا لدوك المضطهدين انهم جاوا سكنوا في المغرب في الارض سوس. وخصكم تعرفوا واحد الحاجه، راه كاين ثلاثه الانبياء من بني اسرائيل مدفونين في سوس. وملي كنقول ثلاثه الانبياء مدفونين سوس، واحد فيهم رانا فايت اللي درت عليه حلقه، النبي دانيال عليه السلام. راه ما كنقول حيت بعض الناس شويه ضايخين قال لك ما خصكش تكبر بالنبي ديال بني اسرائيل ولا شي حاجه، تخلطت له مسكين هذا كيتخلط لهم ساكن داك الشيء. كانني قلت لهم ثلاثه الانبياء ديال صهيون، هما لا ماشي صهاينه، الانبياء ديال بني اسرائيل هذوك الانبياء ديالنا. علاش؟ لانه الاسلام راه من نهار فجا ما قالكش دوك الانبياء اللي كانوا قبل غير كاي، لا قالك هذاك الشيء اللي عندهم كله انا زدت كملت عليه، بمعنى انه في الاصل هذوك راه الانبياء ديالنا. جاو دوك الانبياء راهم مدفونين قلت لكم ثلاثه، ورانا كنت في ديك الحلقه اللي هضرت على دانيال عليه السلام راه كنت درت حتى المراجع والمصادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأغلبية ديال الناس كيجهلوا بأنه في أرض المغرب كاين ثلاثة ديال الأنبياء عليهم السلام مدفونين، وكاين القبور ديال خمسة الصحابة رضوان الله عليهم. حلقة اليوم غادي نخصوها لسيدنا دانيال عليه السلام، أحد أشهر أربعة الأنبياء ديال بني إسرائيل، واللي عاش الفترة ديال المرحلة ديال نبوخذنصر، ومدفون في منطقة سوس. نشوفوا القصة ديال دانيال عليه السلام، ونشوفوا النبوءة ديالو، ونشوفوا كيفاش استقر في أرض المغرب. دانيال عليه السلام، وكان الفيديو بقى مرقد وقيله شي عام ونص ولا عامين ما كيديها فيه حد الا اللي كيسب. من بعد والحمد لله فطنوا للمتابعين وكانوا قراوا ديك المصادر وتاكدوا ولقاو داك الشيء صحيح. من بعد عاد الفيديو كنلقى واحد النجاح. اذا هذا الدخله الاولى، الفوج الاول اللي كان دخل في 586 قبل الميلاد، وكاين اللي قبل منه، هادو الواله اللي دخلوا المنطقه ديال سوس، وهادو هما اللي منهم كانوا طلعوا للمغرب وفاس وكذا، واستوطنوا ديك المدن الصغيره، وكان كيغلب عليهم الطابع ديال الفقر. المهم كانوا مغاربه، المهم بحال بحال كانوا بحال بحال. الفوج الثاني اللي غادي يدخل هو من بعد سقوط الاندلس، هذوك المجموعه كانت تاريه،
وهذوك المجموعه اللي كانوا لقاو الراحه ديالهم في الدوله الاسلاميه في الاندلس، وكانوا تقلدوا مناصب وكانوا كبار تجار وكانوا مسؤولين كبار وكانوا الى غير ذلك. هذوك من بعد سقوط الاندلس كانوا دخلوا المغرب. من اللي كانوا دخلوا المغرب واحد الطرف كبير منهم كان ابدا الاسلام ديالو غير سوريا وخفى التيهوديه ديالو حفاظا على راسه بانه كذلك باش يندمج في المجتمع المغربي. هذه الفئه الثانيه هذه شكلت واحد القوه اقتصاديه هي اللي اثرت في المغرب. ويكفي انه نعرفوا بانه الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه اول بلد كان اعترف بها هو المولى سليمان في 1777، يعني في السنه اللي دار فيها الدستور. وبزاف الناس قالوا اجاب هذا مع هذا، علاش؟ لانه المغاربه اليهود تقريبا النسبه ديالهم اللي كانت تاريخيا حوالي 9.12 ولا شي حاجه كانت على مدى التاريخ 9.12% كانوا كلهم يهود مغاربه. هذه الفئه لا الاولى ولا الثانيه هي اللي لعبت دور اساسي، لانهم كانوا تعاطوا للتجاره العالميه والى غير ذلك، وساهموا في فتوحات في العلاقات الدبلوماسيه ديال المغرب، وهما اللي كانوا يعني عطاو استشارات ونعم الاستشارات باش المغرب ربط علاقات قديمه، وهو اللي كان اعترف بالولايات المتحده الامريكيه. يعني الان المغرب ملي كيعول على التحالف ديالو مع امريكان راه ماشي كيعول على التحالف ديال السياسيين، لان السياسيين في العالم كيف ما كانوا ما فيهم ثقه، اليوم معك غدا ماشي معك الى غير ذلك. ولكن ملي تشوفوا مثلا ترامب ولا غير ترامب ولا اللي قبل ترامب ولا اللي من مور ترامب، تشوفوا كيتعامل مؤدب مع المغرب ومع الملك ديال المغرب ومع المغاربه وفي المواقف ديالهم. خاصكم تعرفوا منين كيكون جاي الصهد، الخدمه راه كتكون جايه جات من ناس اخرين مغاربه، مغاربه بالدرجه الاولى. يعني انه غدا ملي نجمعوا هذه الحصيله هذه كامله غدا نلقاو بانه بالنسبه للقوه المغرب لا شيء تنقص من القوه ديال المملكه، وكنلقاو بانه التاريخ يعيد نفسه. فرنسا هاد الفرعين اللي كانت دارت الدوبل ديالو عشرات المرات من اللي كانت مستعمره المغرب، ولكن فجاه كان في 43 كانت نزلت البوارج الحربيه الامريكيه في الدار البيضاء، الانزال ديال 43 عمليه الشفر ولا شي حاجه بحال هكا، كانوا نزلوا ودركوا فرنسا يجريوا على كل شيء الى حدود وهران، يعني بضربه واحده. والولايات المتحده الامريكيه راه هي اللي كانت ضغطت على الاستعمار الفرنسي والاسباني، ضغطت عليهم بانه ديك السياسه الاستعماريه المباشره في افريقيا نقصوا منها. ومن مور الحرب العالميه الثانيه راه الضغط ديال الولايات المتحده الامريكيه هو اللي فرض على فرنسا. وخصكم تعرفوا بانه الدول اللي الحلفاء اللي غلبوا في الحرب العالميه الثانيه، حنا كنعرفوا الحلفاء غلبوا، شكون هما الحلفاء؟ هما بريطانيا، هما فرنسا، هما امريكان، هما الصين، هما كذا، هذوك هما اللي غلبوا. ولكن ملي كنقلبوا في الحقائق كنلقاو المجالات النفوذ اللي فقدتها الامبراطوريه الفرنسيه والبريطانيه كبيره بزاف، وكنلقاو بانه من مور الحرب العالميه الثانيه الحلفاء خسروا الكثير. حتى فرنسا راه فاش كانت كتدخل مثلا، مش كانت كتدخل الدول المستعمره، فاش كانت كتدخل راه كانت كدير واحد البنيه تحتيه على انها ما عمرها غادي تخرج ابد الابدين. فاذا به من بور الحرب العالميه الثانيه تفرض عليهم انهم يخلفوا واحد النخبه الى غير ذلك، ويخربقوا التعليم ويريقلوا المواطن هذا، وزادوا بحالهم. ولا استعمار لايت، استعمار مخفف، ولا استعمار ذكي. يعني انه الحاجه لهاد الموازين القوى راها ماشي دائما، والتاريخ كيبين لنا بانه راه حتى شي واحد ما قوي يعني وللابد. الان يعني المغرب ملي كيواجه هذا دا جبدلو تونس، جبدلو كذا، وجبدلو حتى موريتانيا وزيد عليها حتى كذا وزيد عليها حتى كذا الى غير ذلك، والدول الاخرى اللي حتى هي اللي بغى يتقلب الله يعاونه. يعني هذا الشيء كله راه جاي من اصل واحد، وهذاك الاصل الواحد راه المنزله ديالو نازله، بمعنى انه فين كاين الخوف؟ الخوف ما كاين حتى شي حاجه، الحاجه اللي هي مؤكده واللي هي راس مال المغرب وراس مال القوه للمغرب هو الناس ديالو، هو الشعب ديالو، هو البحر ديالو، هو الثروات الطبيعيه ديالو. هذوك هما الاصدقاء الحقيقيين ديال المغرب، وهذوك هو المركز القوه ديال المغرب. يعني الدوله من اللي كتوظف
التكوين اللي عندها وكتوظف الطاقات البشريه اللي عندها ما عمرك تخاف عليها. ملي كيكون التكوين ديال الشعب ديالها التكوين كيف ما بغى يكون كيكون فيه شي حاجه مخربقه من برا تما كيكونوا المشاكل. وإلا شفنا المشاكل والازمات اللي دازت في المغرب راه كانوا هاد النوع هذا ديال اللي كيكونوا مخربقين من الدماغ. كاين اللي خربقت له من راسه الاتحاد السوفيتي بداو كيتورطوا في ديك المحاولات الانقلابيه، كاين اللي خربقت له الدماغ ديالو فرنسا، وكتشوفوا كذلك بديك الاتحاد السوفيتي كانوا داروا محاولات قلب النظام، دوك التور اللي كانوا كيجيو من الجزائر كانوا كينقزوا، كذلك كاين اللي خربقت له فرنسا، يعني المشاكل كلها كانت كتجي عن برا، خربقت لهم دماغهم. كذلك راح كتشوفوا دوك المحاولات الانقلابيه ديال اوفقير من فرنسا، البلاوي كلها جايه من الخارج. ولكن المغاربة الأصليين هذوك هما القوة الحقيقية، يعني دائما على برا كاين المشكل، ودائما اللي يقبل البراني أو اللي يتصنت البراني أو اللي يكذب عليه البراني أو اللي يعطيه شي فلسفة البراني أو اللي يعطيه شي عجنة البراني دائما كيكونوا فيها المشاكل. وهذا راه موضوع بوحدو، هذه القضية ديال الطهبور الخامس اللي كيكون في المغرب. بمجرد المغرب كيتناطح مع شي دولة كينوض واحد اللي هو دايخ من ديك الدولة أو اللي كيتقدم عندها الأفكار أو اللي كيشري أو اللي كيصيفطوها له، كينوض لا هاد الشيء وما خصوش يكون وشويه ديال هادي شويه ديال كذا شويه ديال كذا. هذا كيتسمى لان الطابور الخامس ماشي هما دوك الخوانه مثلا اللي مفروشين، لا، الطابور الخامس كيقدروا يكونوا اشخاص يروجون اشاعات مغرضه في اوقات محدده، هذا كيقدر يكون. ويقدر يكون كذلك الطابور الخامس هو اناس متاثرين بافكار العدو وافكار الخصوم. كنكتفي بهذا القدر الاخوان والاخوات، اعذروني على الظروف ديال التسجيل او لربما الصوت او الى غير ذلك. من المدينة ديالي كنحيي جميع المغاربة داخل وخارج أرض المملكة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.